ما في قوانين واضحة، ما في حماية. ممكن أنا ممكن أتعرض للخطر، ممكن أتعرض للاعتداء بسبب أنه أنا أمشي بدون عباية من بعض المتطرفين قليلا دينيا. وحصل هذا الموقف في أحد السوبر ماركت، أنها أصرت أني أطلع من المكان بحكم أني أنا ماني لابسة عباية. الهدف أنا أبغى أمارس حياتي طبيعي، وأنا معتمدة الاعتماد الأول والأخير على كلام سمو ولي العهد محمد بن سلمان، أنه لي حرية الاختيار في أنا وش ألبس، سواء عباية أو بدون عباية. حرية القرار موجودة لي، وأنا اللي أقرر أقدر أطلع بعباية أو بدون. ما فيها هدف قد ما فيها أني أعيش صيمة أنا. هذه الفكرة، هذه أنا، وأتصرف بحرية، ماني مقيدة، ما ينفرض علي زي معين أنا نفسي ماني مقتنعة فيه، فهذه هي الفكرة بس. أيد إنه تمشي كذا بدون عباية. ليه؟ يعني مرة شيء غربني، إن إحنا مجتمعنا مو إحنا متعودين إنه نمشي بدون عباية، يعني فمرة شيء غريب يعني. لا بالعكس عادي، ما صدمت ولا أي شيء. الوضع يعني مسموح، مش يعني شيء إلزامي، مش موجود يعني بالإلزام كذا، ولا هو برسمي يعني. العباية مش رسمية ولا حجاب رسمي، بس عادات وتقاليد ونمحت إن شاء الله.